لطالما كانت أزمة نقص الغذاء والمستلزمات الطبية ورقة ضاغطة بيد إسرائيل على قطاع غزة، وخصوصاً منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب في أكتوبر الماضي. فمع الإنذار الأممي من تفشي المجاعة وتفاقم ظاهرة سوء التغذية خاصة لدى الأطفال، تقول الخارجية الأمريكية إنها متفائلة إزاء احتمال إنشاء قناة مساعدات بحرية إلى قطاع غزة، وذلك في إشارة إلى قبرص لقربها الجغرافي من غزة. لكن نقص الخدمات اللوجستية هو ما يعيق التنفيذ مؤقتاً مثل عملية رسو سفن المساعدات. تلك الخطوة الأمريكية التي تبحث حالياً سبقها قيام واشنطن ودول عربية بإنزال المساعدات جوياً في مناطق متفرقة من القطاع، ولاسيما في شماله المتدهور في كل مناحي الحياة، حيث انتشار الأمراض والجوع بين 300,000 فلسطيني ما زالوا هناك. ولجأ بعضهم لعلف الحيوانات وأوراق الشجر لمواجهة الجوع. وبالنظر إلى هذه الإجراءات الحالية، فإنها تأتي في ظل رفض إسرائيل فتح معابرها مع القطاع مثل معبر كرم أبو سالم وإرز لإدخال المساعدات. لكن يبقى معبر رفح مع الجانب المصري هو المنفذ الوحيد المتبقي لدخول المساعدات، رغم أنه يفتح ويغلق على فترات، وتحمل القاهرة إسرائيل مسؤولية الإغلاق. ولم تجد الضغوطات التي مارستها واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض الدول نفعاً مع إسرائيل لإدخال قوافل الإغاثة، لكونها ترغب في دخولها في إطار هدنة مؤقتة، بينما وجهت لها اتهامات من قبل منظمات الإغاثة الدولية بأنها تستخدم الجوع سلاحاً ضد سكان القطاع.